وبفضلي تضحياتكم وتضحيات الجيش العربي السوري وحلفائنا. واليوم بعد أكثر من عامين بقليل النتائج على الأرض، كل العالم يراها. سعيد جدا بأن أعرف بأنكم موجودين في. Самый главный вопрос, конечно, это вопрос. И перспектив развития ситуации, в том числе и ваше видение. هو عدم التدخل الخارجي في أي عمل سياسي في سوريا، وإنما فقط دعمه من الخارج.